السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بهذا الفيديو راح نستعرض الجزء الرابع عن العدد 3435 مع نايس ووردز. بهذا الفيديو راح نطرح 10 نصائح، راح نبلش بخمسة، بعدين نروح على خصائص للعدد 3435، بعدين نرجع للخمسة المتبقيات اللي هم من 6 إلى 10، راح نرجع لهم بعد الخصائص. أول إشي، أول نصيحة: 1. ارسم الابتسامة، كن السبب في أن يبتسم أحد كل يوم، وابعث رسالة شكر لطبيبك أو معلمك أو حتى المختص بإصلاح سيارتك. 2. تذكر دائما أن الشتاء هو بداية الصيف، وأن الظلام هو بداية النور، وأن الأمل هو بداية النجاح. 3. كن دائم العطاء. قد حدث أن أحد سائقي أتوبيسات الركاب في دينفر بأمريكا نظر في وجوه الركاب، ثم أوقف الأتوبيس ونزل منه، ثم عاد بعد عدة دقائق ومعه علبة من الحلوى، وأعطى كل راكب قطعة منها. ولما أجرت معه إحدى الجرائد مقابلة صحفية بخصوص هذا النوع من الكرم، والذي كان يبدو غير عادي، قال: أنا لم أقم بعمل شيء كي أجذب انتباه الصحف، ولكني رأيت الكآبة على وجوه الركاب في ذلك اليوم، فقررت أن أقوم بعمل شيء يسعدهم، فأنا أشعر بالسعادة عند العطاء، وما قمت به ليس إلا شيئا بسيطا في هذا الجانب، فكن دائم العطاء. 4. ابدأ بالمجاملة، قم كل يوم بمجاملة 3 أشخاص على الأقل. 5. من فضلك، استعمل دائما كلمة من فضلك وكلمة شكرا، هذه كلمات بسيطة تؤدي إلى نتائج مدهشة، فقم باتباع ذلك وسترى بنفسك. ولا بد أن تعرف أن نظرتك تجاه الأشياء هي من اختيارك أنت، فقم بهذا الاختيار حتى تكون عندك نظرة سليمة وصحيحة تجاه كل شيء. والآن نروح على خصائص العدد 3435. حسب المرة السابقة حكينا إنه المرات السابقة حكينا 3435 بتحلل ل 3529، وحكينا انه هدول القواسم تبعين. هسا اليوم راح نستعرض الاقتران سيجما. سيجما اللي هو ايش بيعمل؟ سيجما بيجمع الديفايزرز هدول، سيجما 3435 يساوي مجموع هدول الديفايزرز، يعني 1 زائد 3 زائد 5 زائد 15 زائد 229 زائد 687 زائد 1145 زائد 3435. هدول بدنا نجمعهم هسه، نجمعهم 3435. أول شيء نجمع أول 4 أعداد مع بعض وآخر 4 أعداد مع بعض. أول 4 أعداد قديش يساوي؟ 24. وآخر 4 أعداد قديش يساوي؟ 5496، فبيطلع الجواب 5520. فهاي هي السيجما لل 3435، تمام. وهيك حسبنا السيجما. هسه نروح في فانكشن كمان رائعة أيضا اللي هي التاو. تاو ال 3435 إيش بتساوي لنا؟ هاي بتحسب عدد الديفايزرز اللي هم عددهم 8، تمام. الحين يا محمود كيف طيب نحسب التاو؟ راح احكي كالاتي. هسه هدول التحليل اللي فوق 3435 تساوي 3 قوة 1 ضرب 5 قوة 1 ضرب 229 قوة 1، فبيكون جوابها ايش؟ 1 زائد 1 ضرب 1 زائد 1 ضرب 1 زائد 1 اللي هي 2 تكعيب، اللي هو الاس زائد 1 اللي هو للتحليل تبعها يعني. هسه عندنا ايضا الفانكشن فاي ال 3435 اللي هي تساوي number of elements، يعني عدد عناصر المجموعة الآتية: number of elements of، نكتب المجموعة اللي هو x، بحيث انه x أكبر أو يساوي 1 أقل من 3435 and gcd ال x وال 3435 يساوي 1. جي سي دي اللي هو العامل المشترك الأكبر، معناته أكبر إشي مشترك بين ال x وال 3435 هو الواحد، يعني بما معناه إنه مين الأعداد الأكبر يساوي 1 وأقل من 3435 ولا يحتوي بتحليلهم ال 3 وال 5 وال 229، تمام؟ يعني أي عدد لا يحتوي هدول بالتحليل تبعه ويقع بين الواحد وال 3435 بيكون بنعد جوا المجموعة هاي. هسه هاي لها قاعدة لحسابها كالآتي، اللي هي فاي 3 ضرب فاي 5 ضرب فاي 229 اللي هو التحليل،
فايت 3 فايت 3 بما انها عدد اولي تكون 3 ناقص 1 والخمسة نفس الشيء، 5 ناقص 1 و229 ناقص 1 نفس المبدأ لانها عدد اولي، فبيطلع الجواب 2 ضرب 4 ضرب 228. فقديش بيطلع الجواب هيك؟ عندنا 4 ضرب 228 912 ضرب 2 1824. هسه هذول الفانكشنز موجودات بالنمبر 3، انه كيف يعني تفاصيل عنهم اكثر، وان شاء الله انه فيديوهات النمبر 3 راح نستعرض عن هذول الاقترانات. وهسه نرجع للخمس نصائح المتبقيات. تمام، عندنا 6، كل شخص هو اهم شخص، تعامل مع كل انسان على انه اهم شخص في الوجود، ليس فقط انك ستشعر بالسعادة نتيجة لذلك، ولكن سيكون لديك عدد اكبر من الاصدقاء يبادلونك نفس الشعور. كن منصتا، 7، كن منصتا جيدا، اعلم ان هذا ليس الامر السهل دائما، وربما يحتاج لبعض الوقت حتى تتعود على ذلك، فابدأ من الان، لا تقاطع احدا اثناء حديثه، وعليك باظهار اهتمام وكن منصتا جيدا. 8، احتفظ بابتسامة، احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك حتى اذا لم تكن تشعر انك تريد ان تبتسم، وتظاهر بالابتسامة حيث ان العقل الباطن لا يستطيع أن يفرق بين الشيء الحقيقي والشيء غير الحقيقي، وعلى ذلك من الأفضل أن تقرر أن تبتسم باستمرار. 9، أعد مفاجأة، أعد مفاجأة لشريك حياتك، يمكنك تقديم هدية بسيطة أو بعض من الزهور من وقت لآخر، ربما يمكنك أن تقوم بعمل شيء بعينه مما يحوز إعجاب الطرف الآخر، وستجد أن هناك فرقا كبيرا في العلاقة الإيجابية بينكما. 10، كن نفسك، أنت لست العنوان الذي أعطيته لنفسك أو أعطاه للآخرون، أنت لست اكتئاب أو قلق أو إحباط أو توتر أو فشل، أنت لست سنك أو وزنك أو شكلك أو حجمك أو لونك، أنت لست الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، أنت أفضل مخلوق خلقه الله عز وجل، لو كان أي إنسان في الدنيا حقق شيئا يمكنك أنت أيضا أن تحققه بل وتتفوق عليه بإذن الله تعالى. وتذكر دائما أن الليل هو بداية النهار، والشتاء هو بداية الصيف، والألم هو بداية الراحة، والتحديات هي بداية الخير، والتفاؤل بالخير هو بداية القوة الذاتية. والله يعطيكم ألف عافية، أسأل الله لكم الخير والتوفيق، واللهم صل على سيدنا محمد.